يستأنف المؤتمر العام لحركة فتح اليوم أعماله في اليوم الثاني من انطلاقته في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية للمرة الأولى منذ 20 عاما تحت شعار مؤتمر الشهيد المؤسس ياسر عرفات، انطلاقة جديدة نحو الحرية والاستقلال. ويزدحم برنامج اليوم الثاني من المؤتمر بسلسلة من المهمات والإجراءات الإدارية التي كانت قد أحيلت من اليوم الأول لافتتاح المؤتمر بسبب ضيق الوقت وطول مدة الجلسة الافتتاحية. ومن المقرر أن ينتخب المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام ويحضر نحو 1900 شخص ينتخب أعضاء اللجنة المركزية الجديدة والمجلس الثوري لحركة فتح، وهما الهيئتان الأساسيتان في الحركة. كما سيصدق على البرنامج السياسي الجديد للحركة الذي ينص على رفض فتح الاعتراف بيهودية إسرائيل ورفض توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم. بعد تجاوز جدلية المكان وعدد الحضور، انطلقت أعمال المؤتمر السادس لحركة فتح بأجندة بدت مثقلة ومبعثرة بتراكمات حملتها 20 عاما على غيابه. وبدا ذلك واضحا في كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتشعبة التي استهلها بسرد تاريخي وانتهى بالتأكيد على الثوابت الفلسطينية ومسار الوصول إليها ضمن معادلة التوازن بين المقاومة والمفاوضات، ردا بذلك على من شكك بتغيير الحركة لجلدها وتحولها لحزب سياسي ذا استراتيجية تفاوضية بحتة. إن تمسكنا بخيار السلام لا يعني وقفنا عاجزين أمام تواصل الانتهاكات المدمرة لعملية السلام، وإننا في الوقت الذي نؤكد فيه اعتمادنا خيار السلام والتفاوض على قاعدة الشرعية الدولية نحتفظ بحقنا الأصيل في المقاومة المشروعة التي يكفلها القانون الدولي. المؤتمر الذي حمل اسم الراحل ياسر عرفات حمل في جناباته صور تعبر عن اهدافه، الانطلاقة الجديدة نحو الحرية والاستقلال. لكن ابناء الحركة الذين حضر جزءا كبيرا منهم من الشتات بدوا متحمسين للعنوان وان اختلفوا وتماسوا في استراتيجية الوصول اليه. هي مناسبة لنؤكد ان لم ينتزع شعبنا الفلسطيني حقوقه الكاملة بقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم، أعتقد أن العدو أن المجتمع الدولي يدعو الشعب الفلسطيني مرة أخرى لانطلاقة جديدة، لثورة جديدة، لانتفاضة جديدة لكل أشكال الكفاح الوطني الفلسطيني بما فيها الكفاح المسلح. فلا شك أن المفاوضات والسلطة ملفين أربكا الحركة منذ 17 عاما، ما حدا بالبعض المطالبة بضرورة خلق هامش فاصل بين الحركة والسلطة. احد الاخطاء التي ارتكبناها نحن وغيرنا خلال ال 15 سنة الاخيرة اننا اعتقدنا ان السلطة دولة، نحن ما زلنا تحت الاحتلال، وبالتالي لن يكون هناك حزب سياسي ولن تتحول فتح الى حزب سياسي. الجيل الشاب في فتح لن يقف متفرجا رغم محاولة الالتفاف عليه بجلب حضور لدعم الحرس القديم، طامحين باخذ مراكز لهم في المقاعد 23 للمركزي والماء الاخرى للثوري رغم احتفاظ بعضها لكبار قيادات الحركة كالرئيس الفلسطيني. اعتقد ان الاخوة في اللجنة المركزية الحالية بنقول الله يعطيهم العافية، وان الاوان ان يعني يدركوا حقيقة أنهم كبروا وما عادوا قادرين على حمل مسؤوليات حركة فتح والتي هي على نحو ما مسؤولية الشعب الفلسطيني بأكمله. أما من غيبوا قصرا عن جلسات المؤتمر كقيادات فتح في غزة فسيتم ضمان مقاعد لهم في الانتخابات القادمة. داخل هذا المبنى ستخوض حركة فتح مخاضا صعبا لأجندة ثقيلة بين من ينتظر ولادة جديدة وبين من يتمسك باستراتيجية الحركة في التوازن بين غصن الزيتون والبندقية. وفي ذات الوقت حاجة الحركة لرفضها بدماء جديدة قد تجد صعوبة في شق طريقها داخل شرايين الحرس القديم. فراس لطفي النيل، قناة مصر الإخبارية، بيت لحم المحتلة.